أشرت في الخطبة الأولى إلى الخبر أو الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب بلحاظ السند المذكور فيه سلسلة الذهب المراد منه هو السند عن علي الرضا عن أبيه الكاظم إلى أن يصل عن الله عز وجل وقلت هناك في الخطبة الأولى أن هذا الحديث مروي من قبل عدد من قبل أئمة المذاهب الإسلامية بطرق بطريقة أو أخرى وأيضا عن عدد من علماء أهل السنة من المذاهب المختلفة وهذا حقيقة يدفعني إلى توجيه رسالتي عتب الرسالة الأولى فقط قبل أن أذكر هذه الرسالة اشتبهت أنا بتعبيري ان عن ائمه المذاهب، اقصد يعني ائمه من علماء اهل الحديث هذا ولا اقصد خصوص الامام ابو حنيفه او كذا. طيب الرساله الاولى لاخواني من علماء اهل السنه من المذاهب المختلفه. فعلى الرغم مما رووه في اطار حب اهل بيت النبوه عليهم افضل الصلاه والسلام. وعلاوه على ما رووه في اطار ضروره الاخذ عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله اخذ العلم، الالتزام بهم بروايات مختلفه، بتعابير مختلفه رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله، بل نجد ان ائمه المذاهب الاربعه وعلماء اخرين قد ترجموا ذلك عمليا فبعضهم تتلمذ على بعض ائمتنا عليهم السلام وبعضهم اهتم بتصنيف كتب خاصه او بطرق مختلفه عبروا اما عن هذا الحب او عن هذا الاخذ للعلم او هذا الالتزام بصوره او باخرى ولكن اليوم نحن للاسف الشديد نجد انه من النادر جدا ان نرى انعكاس مثل هذه الحاله على العلماء المعاصرين من اخواننا من اهل السنه في هذا الاطار الا في حالات نادره. الامام مالك والامام ابو حنيفه كلاهما تتلمذا واخذا عن الامام جعفر الصادق عليه السلام. والامام ابو حنيفه فوق ذلك كان من المساندين لثوره الشهيد زيد بن علي زيد ابن الإمام زين العابدين وأيضا من المساندين لثورة الحسنيين بعد ذلك في ضد الأمويين ثم ضد العباسيين وبالتالي له مواقف عملية أفتى في هذا الإطار تبرع من ماله عشرة آلاف دينار في ثورة الشهيد زيد هذه مواقف تسجل له في هذا الإطار كترجمة عملية بالإضافة الى تتلمذه على يد الامام جعفر الصادق عليه السلام نقل عن الامام الشافعي في الديوان المسمى باسمه، طبعا الامام الشافعي ما عنده ديوان ولكن نقلت عنه قصائد وابيات شعريه تم جمعها تحت عنوان ديوان الامام الشافعي ويقال ان بعضها ليس منه وانما هو نقل هذه القصائد او هذه الابيات. على العموم سواء هي من قريحته أو نقلها هو يؤمن بمضمونها عندما ينقلها أو يقولها على تلامذته أو في يعني أمام الناس من بين ما نقل عنه من بين ما ذكر من القصائد الجميلة والمهمة ما جاء في رثاء في رثاء الإمام الحسين عليه السلام لاحظوا أرجوكم لاحظوا هذا المضمون يقول تأوه قلبي والفؤاد كئيب وأرق نومي فالسهاد عجيب فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب ذبيح بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب فللسيف أغوال وللرمح رنه وللخيل من بعد الصهيل نحيب تزلزلت الدنيا لال محمد تزلزلت الدنيا لال محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب وغارت نجوم واقشعرت كواكب وهتك استار وشق جيوب يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه ان ذا لعجيب لئن كان ذنبي حب آل محمد لإن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب، هم شفعائي يوم حشري وموقفي، هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب، ما أروع هذه الكلمات المنقوله على لسان الإمام الشافعي، إمام الشافعية، وهي ذات دلالات ومفاهيم عظيمه راقيه كذلك نجد الامام احمد بن حنبل في ضمن مسنده موسوعته المسند يخصص مسندا تحت عنوان مسند اهل البيت ومسند اخر تحت عنوان فضائل اهل البيت وله كتاب يقال انه ما زال هذا الكتاب مخطوط ولم يتحول الى كتاب مطبوع تحت عنوان فضائل علي عليه السلام. والسؤال الان هذا هو موقف الائمه الاربعه من اهل السنه. كم عدد اخواننا من اهل السنه اليوم الذين يعرفون من هو علي بن موسى الرضا؟ بعد كل ما ذكرناه في الخطبه الاولى وبعد ما سبق مما ذكرته من مواقف ائمه اهل السنه، كم عدد اخواننا اهل السنه الذين يعرفون شيء من تاريخ علي بن موسى الرضا، شيء من مقاماته. كم من علمائهم وخطبائهم ومعلميهم في هذا اليوم ينقلون لعامة الناس أحاديث على لسان علي بن موسى الرضا عليه السلام أو ينقلون على سبيل المثال شيء من علمي وحكمة علي بن موسى الرضا والمنقول عنه كثير في هذا الإطار كم تأثرت الدراسات الفقهية عند إخواننا أهل السنة بما قدمه علي بن موسى الرضا من علم في اطار الاحكام الشرعيه هذه اسئله هذه الاسئله تتضمن عتابا لعلماء اهل السنه في هذا الزمان بان عليكم ان تنظروا الى تاريخ ائمتكم وعلمائكم كيف كانوا يقدرون ائمه اهل البيت عليهم السلام وياخذون عنهم ويلتزمون بهم بل وبعضهم ناصرهم ميدانيا وأما اليوم فلا نجد من ذلك إلا الشيء القليل روى ابن حجر في تهذيب التهذيب عن الحاكم النيسابوري قال سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة معروفة هذه الشخصية في وسط إخوان أهل السنة وهو من الشافعية أيضا ولكن ابن خزيمة يعتبر أحد أئمة الحديث وعديله ابي علي الثقفي مع جماعه من مشايخنا وهم اذ ذاك متوافرون عددهم كان كبير خرجوا الى اين الى زياره قبر علي بن موسى الرضا بطوس هذا ليس من كتاب يعني لا انقل لكم من مصدر من مصادر الشيعه تهذيب التهذيب لابن حجر وهم اذ ذاك متوافرون الى زياره قبر علي بن موسى الرضا بطوس قال فرأيت هذا الراوي يقول فرأيت من تعظيمه يعني من تعظيم ابن خزيمه للامام الرضا لمرقد الامام يعني ابن خزيمه لتلك البقعه وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا. بهذه الصوره. يعني مساله لا تقتصر فقط حتى عند حياه الائمه عليهم السلام والاخذ عنهم بل حتى فيما بعد ذلك مشهد اخر قال شيخ خراسان محمد بن حبان الملقب بالامام الفاضل والمتقن المحقق في ترجمه الامام الرضا عليه السلام قال وقبره ايضا هذا من علماء اهل السنه يقول وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد زرته مرارا كثيرا وما حلت بي شده في وقت مقامي بطوس صارت عندي مشكله كبيره فما حلت بي شده في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله ازالتها عني الا استجيب لي وزالت عني تلك الشده وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك يعني في كل مره اذهب في الشدائد ادعو الله عز وجل عند مرقد علي بن موسى الرضا فتنحل اموري اماتنا الله يقول اماتنا الله على محبه المصطفى واهل بيته صلى الله عليه وعليهم اجمعين هكذا كانت عنايه بعض اسلاف العلماء من اخواننا من اهل السنه بمرقد الامام الرضا عليه السلام، بالاضافه الى ما وجدناه من عنايتهم بحديثهم وبهم وبمنهجهم معرفه منهم بمقامه عند الله عز وجل فهل يتناسب ما يقدم اليوم من ثقافه دينيه مع هذا؟ واما رساله العتب الثانيه فهي الى عديد من خطباء الشيعه وعلمائهم ممن ما زالوا يصرون على نقل روايات واخبار تتضمن صورا سلبيه عن علاقه ائمه المذاهب وعلمائهم ومحدثيهم بائمه اهل البيت عليهم السلام وهو ما يتعارض مع بداهه تتلمذ بعضهم على ايديهم على ايدي ائمتنا والماثورات الايجابيه الكثيره المرويه في هذا الاطار كما انها تشحن القلوب سلبا وتزرع الضغائن بين المسلمين على خلاف الوصيه الالهيه وهو سبحانه القائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. الدعوه الى الخير ليس بتفريق الصفوف. الدعوة إلى الخير ليس بنقل بعض المرويات هنا وهناك التي تثير الضغائن وتنقل وتنقل صورة سلبية في العلاقة بين أئمة أهل البيت عليهم السلام وبين علماء مدرسة أهل السنة، وإنما من خلال التركيز على نقاط الالتقاء على النقاط التي تجمع بيننا التي تزرع المودة والمحبة والتعاضد هذه هي التي تتناسب مع هذه الوصيه الالهيه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير لان الدعاء الى تلك النقاط السلبيه لا ينتج عنها الا الشر والا الكراهيه والا العداوه والا القتل والا البغضاء والا التشاحن ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُمَّ بَصِّرْنَا بِأُمُورِ دِينِنَا وَدُنْيَانَا